أهلا بكم في ترند. دائما نحس بأن الأخبار اللي توصلنا بشكل يومي عن الحالات المصابة بفيروس كورونا هي مجرد أرقام، مع أن كل رقم هو لشخص منا وفينا، وكل حالة قائمة هي لشخص منا وفينا، وكل حالة جديدة هي مسؤولية كل فرد. نتابع معكم فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، واللي يتضمن قصص حقيقية لحالات تعافت ولله الحمد من فيروس كورونا. دائما نحس أن الأخبار اللي توصلنا بشكل يومي هي مجرد أرقام، مع أن كل رقم هو شخص منا وفينا، وفي لحظة معينة عاش تجربة مختلفة. معاكم فاطمة إبراهيم عبد الله إبراهيم خليفة، الحالة رقم 1682. بنتي مريم منتظر، الحالة رقم 9238. أنا الحالة رقم 7636. لا والله ما كنت يعني أتصورنا ممكن يوصل لداخل بيتنا. يوم صادنا يعني كلنا صدمنا، صدمة عودة بالنسبة لنا إن في أحد صادة وعودونا كلنا. معظم وقتي في العمل، فكان حتى بنتي أسبوع كان فترة إني ما شفتها. أول مرة خفت واجد، قل لها أنا ألم رأس عندي وتعبانة. كنت أحاول أبين لهم إن أنا قوية وأقويهم. أنا ما أحس حاتيت روحي كثر ما حاتيت اللي وياي. تنسى إنك أنت في مريض، تتذكر ان في حوالك ناس وايد مهمين. منظمة الصحة العالمية نشرت بوست على حسابها الرسمي في انستغرام بمناسبة اليوم العالمي للسوشيال ميديا، وقالت بأنها تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتوصيل المعلومات الصحية لملايين الأشخاص. وتقول المنظمة أن كوفيد-19 تسبب في نشر الكثير من المعلومات، ولكنها ليست دائما صحيحة، وبأن المنظمة تستخدم منصات التواصل لمكافحة المعلومات الخاطئة، ودعت إلى التحقق من المعلومات خاصة الصحية قبل نشرها أو إعادة نشرها. Take care before you share. تصدر هاشتاغ فتح المساجد التوب ترند في تويتر في الإمارات، مع الإعلان عن بدء المرحلة الأولى من الفتح التدريجي للمساجد ودور العبادة اعتباراً من اليوم الأربعاء. وعبر مغردون عن فرحتهم وسعادتهم بقرار إعادة فتح المساجد ودور العبادة، مشددين على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية من قبل مرتدي المساجد ودور العبادة لتجنب انتشار العدوى وحماية الأرواح. أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بجلب بعض الديناصورات إلى العالم الحقيقي من خلال تقنية الواقع المعزز. فبإمكانكم اليوم جلب 10 ديناصورات ثلاثية الأبعاد من فيلم جوراسيك بارك واستضافتها في منازلكم أو الأحياء اللي تسكنون فيها. كما بإمكانكم سماع صوت الديناصورات وتغيير حجمها. نتابع. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. نلقاكم باكر وحلقة جديدة من ترند. في أمان الله.